السلام عليكم. حنتعلم نحل البسل باوندري بروبلم، بسموهم تمبريتشر ان لونج سلندر. بغض النظر عن المسميات والتفسير الفيزيائي، احنا بنحل ماثماتكس. المعادلة اللي عندنا يوتي بتساوي ك يو رو رو بلس 1 اوفر رو يورو. هاي المعادلة اللي بدنا نحلها. طبعا هاي معادلة هيت إكويجن، هاي معادلة هيت، وبدنا نوجدها، نوجد قيمة الهيت. طبعا رو بين الصفر والسي، وتي أكبر من صفر، وبعطيني الباوندري كونديشن اللي هم يو السي تي بتساوي صفر، ويو الرو زيرو بيساوي اف اوف رو. طبعا هون احنا راح نستخدم يوز separation of variables. طبعا هذا يعني في شبه من حل الفورير كوساين سيريز، لما كنا نحل الهيت إكواجن باستخدام الفورير كوساين سيريز وساين سيريز. طبعا راح نفرض انه الحل يو بيساوي ار اوف رو تي اوف تي، ونعوض بالمعادلة الأصلية. مشتقته بالنسبة لتي بيكون R في T برايم بتساوي K، افتح قوس، اشتقها بالنسبة لرو مرتين زي ما بالمعادلة، بصير عندنا T R دبل برايم. طبعا إذا ما حد بفهم كيف إحنا بنعوض، فيعني please let us know. بلس 1 اوفر رو، مشتق رو مرة اللي هي ار برايم ومضروبة في تي، من جمع حدود، فبصير يعني بنقسم هون على، بنقسم جميع المعادلة على ار تي. هون نضل عنا تي برايم على تي، منخلي الكي عن طرف التي، ويساوي ار دبل برايمز بلس 1 over رو في r prime over r، ويساوي ناقص لامدا، لامدا الشهيرة. أول إشي خلينا نأخذ معادلة t ونحلها على السريع. t prime over t k equal minus لامدا، منها t prime plus لامدا k t equal zero. هاي حلها، بيكون t of t بيساوي exponential ناقص لامدا k t. طبعا نفرض انه لامدا بتساوي الفا j تربيع، منها t of t بيساوي e قوة سالب الفا j سكوير في k t. هذا حل، هذا اول جزء من الحل. لاحظ احنا عندنا الحل عبارة عن t ضرب r، t طلعت ضل r. هسا بتيجي على معادلة R وبتحللها، بصير عنا التالي. بصير عنا هاي المعادلة 1 over R تربيع R double prime سوري plus 1 over rho في R prime زائد لمدة R بيساوي صفر. ضربنا R في لمدة ونقلنا هذا الحد الثاني. نضرب المعادلة كاملة في رو، بصير عندنا رو في R دبل برايم زائد R برايم زائد رو في لمدة في R بيساوي صفر. هاي المعادلة هي نفس شكل البسل، فراح نحلها على البسل. هنا الفرق بين بين حلنا باستخدام البسل وبين حلنا باستخدام الساين والكوساين سيريز. هاي المعادلة ما بتنحل بساين وكوساين، فعشان هاي حل المعادلة باستخدام بسل. اصلا بسل هو حل هاي المعادلة، وحكى انه بسموها باسمه. طبعا هاي بتشبه لما ان بتساوي صفر، معادلة البسل لما ان بتساوي صفر. طب نرجع احنا على الباوندري كونديشن اللي اعطاني اياهم في السؤال.
أعطاني إنه يو السي بتساوي صفر، يعني آر أوف سي بشو إيش بتساوي؟ آر أوف سي بتساوي صفر. طيب إحنا حكينا إنه حل هاي المعادلة بيكون آر أوف ألفا جي رو بيساوي جي نوت أوف ألفا جي سي. فبصير عندنا يو يول رو تي هو عبارة عن ار اوف رو مضروب في تي اوف تي، فبنضرب جي نود اوف الفا جي سي مضروب في الاكسبوننشال ناقص الفا جي تربيع في كي تي، وكونه في جي فلازم ناخذ السميشن، فيو الرو تي بيساوي سميشن اي جي في جي نود اوف الفا جي سي في اكسبوننشال ناقص الفا جي تربيع كي تي. هسه في عندنا الانيشال كونديشن اللي هو في عندنا الانيشال كونديشن اللي هو يو يو الرو زيرو بتساوي اف اوف رو، فنروح نطبقه يو يو الرو زيرو بيساوي اف اوف رو ويساوي، منطبق هون نحكي انه اف اوف رو بتساوي بنحط محل كل تي صفر، بصفي عنا السميشن ل اي جي جي نود اوف الفا جي سي. وهذا هو الشكل العام للفورير بيسل. فبتروح بتوجد الاي جي، طبعا الاي جي في عنا احنا 3 كيسز، اي كيس راح نختار بناء على الباوندري كونديشن اللي عنا ار سي بتساوي صفر. لما تكون ال ار سي بتساوي صفر هاي هي كيس 1، بتروح بتجيب اي جي من كيس 1، واللي حضر الفيديو الاول في البسل بيعرف، بصير 2 على سي تربيع جي ان بلس 1 لالفا جي سي كل تربيع تكامل من صفر لسي اكس اف الاكس جي ان اوف الفا جي اكس دي اكس. طبعا انا نقلت الشكل العام، احنا عندنا بدل اكس رو، عندنا بدل اكس رو وسي بدلاله وسي بتضلها سي، فبالتالي وان بتساوي صفر فاي اي جي بتساوي 2 اوفر سي تربيع في جي ان صفر ان صفر زائد 1 1 الالفا جي سي تربيع في تكامل من صفر لسي رو اف اوف رو في جي ان اوف الفا جي رو دي رو. هاي الاي جي بتعوضها في القانون. طبعا وين بتصير فكرة انه ليش احنا حلينا الفورير بيسل سيريز بالفيديو الماضي بالفيديوهين الماضيات، اللي هو هون رح يعطيكي اف اوف رو. لما انت بدك اف اوف رو انت بتكامل زي ما أخذنا، لو كانت f of rho مثلا بتساوي x انت راح تحل زي الفيديو الماضي بتساوي 1 زي الفيديو اللي قبله، بتعوض f of rho هون وبتكامل وبتعوض قيمة aj هون، والجواب النهائي بس بتعوض قيمة aj هون وبطلع معك جواب الهيت equation. طبعا في كثير مسائل، اذا حد يعني بيحب بنكمل حل مسائل، بس انه هاي هي فكرة الباوندري كونديشن باستخدام البسل إكويجن. يعطيكم ألف عافية.